আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আন সাইয়্যিদা ফাতিমা যাহরা আলাইহিস সালাম বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি قال سمعت يا سيدة فاطمة زهراء أنها قال دخل لي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك سلام عليك يا سيدة فاطمة زهراء فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له اذوق بالله يا عبده من الزعف فقال يا سيدة فاطمة زهراء سلام الله عليها ايديني بالكساء اليماني فغطين به فاتيت بالكساء اليماني فغطيت به وزدت انظر اليه واذا وجه يطول كانه البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الله صعد وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جداك ذات الكساء فأقبل الحسن نعم الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك ذات الكساء فقال السلام عليك يا ولدي يا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل موتى الكساء الصلوات اللهم صل على محمد فما كانت الله سعد وإذا بولدي الحسين قد أقبله وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جداك وخاك ذات الكساء فدنا الحسين نعم الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختره الله أتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل مهما تحت الكساء والسلام اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا سيدة فاطمة زهراء إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها وما ولديك ذات الكساء فأقبل ولي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل لي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبطاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي
আতাজন তোলাকে বাদাখাল তো তাতাল কিসাও সালাওয়াত আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা ফলাম্মা কামালনা জামিয়া তাতাল কিসায় আখাযা বি রাসূলুল্লাহ বিতরাফিয়াল কিসায় ওয়া উমা বিয়াদিহিল ইউমনা ইলা সামায়ে ওয়া ক্বালা আল্লাহুম্মা ইন্না আউলা আহলি বাইতি ওয়া খাসাতি ওয়া হাম্মাতি লামুম লামি দামুহুম দাম্মি يلومني ما يلومهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أضاهم ومحب لمن أعظم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكنا سمواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية وفلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يشري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحمد علي الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحمد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية وفلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يجري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي أما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جم من شيتنا ومحبينا إلا ما نزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لو من أن يتفرقوا فقال علي إذا ولفظنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي أما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم لله وفرج أما ولا مغموم إلا وغي أما ولا طالب حاجات إلا وقضى حاجته فقال علي إذا ولفظنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت
আলা ইব্রাহিমা ওয়া আল ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ সাল্লি আলা জামিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিন ওয়াস শুহাদায়ে ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়া ইবাদিল্লাহিস সালিহিন আল্লাহুম্মা বিহাক্কি মুহাম্মাদিন ওয়া আনতাল মাহমুদ ওয়া বিহাক্কি আলিয়্যান ওয়া আনতাল আলা ওয়া বিহাক্কি ফাতিমাতা ওয়া আনতা ফাতিরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া বিহাক্কি হাসান ওয়া আনতাল মুহসিন وبحق الحسين وانت قديم اللسان انت صلي على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد بار الہ محمد وآل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کر کے اس فرض اعضاء میں جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں مالک ان تمام کو حج و میرے الحج و زیارات کی سعادت نصیب فرما کربلا مولا ایران عراق کا سجدہ نصیب فرما یا العالمین جو ہمارے مومنین مومنات میرے اللہ چیل میں سید شہداء پہ گئے ہوئے ہیں مالک ان کے سفر آسان فرما ان کے سفر بے خطر فرما لاڑکانہ کے مومنین زائرین پروردگار جتنے شہید ہوئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما جو زخمی ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان کو جلد صحت کاملہ عاجل عطا فرما مالک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما میرے اللہ تمام کی ہوا جاتے شریعہ نو پورا فرما میرے اللہ بانی آنے مجلس کے بزرگ بیمار ہیں سید الساجدین کا واسطہ مالک ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما جتنے بھی بانی آن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں حاضرین کے مومنین مالک سب کو سب کے درجات بلند فرما پاکوں کی غلامی میں مومنین مومنات کو جگہ عنایت فرما ہم سب کو مودت عشق آل رسول سے مالا مال فرما مالک آل محمد کے ہو کر مرے ان کے ہو کر رہے ان کے ہو کر جیے مریے حسین حسین کر دے اٹھی علی علی کر دے دامن پنجہ دے باراں دا ہووے ہر سارے گناہ گاراں دا ہووے بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات پھر بھی باواز بلند صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس مجلس حسین کی عزت بلند ہے اس مجلس حسین کی عزت بلند ہے آل نبی کا ذکر خدا کو پسند ہے ہے درد خیز واقعہ ناصر حسین کا اس کا عشق جاری جو درد مند ہے باواز بلند صلوات ابھی آپ کے سامنے کہ میں ننے منے ذاکر کو دعوت دوں گا کہ وہ مولا کی شان میں قصیدے ادا فرمائے